المنافقين اتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا، هذا الشيء اللي خلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تدخل في حالة اكتئاب. عاشت أيام صعبة جدا، لكن بعد ما زارها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمها وأبوها اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة. فإيش اللي حصل بالضبط؟ أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تتهم بالزنا شيء مو بسيط، شيء أشعل الفتنة حتى بين المسلمين. ففي هذه القصة اللي راح نحكيها اليوم، شخص يهجم على حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، يضربه بالسيف ضربة كانت قاتلة. فليش هذا الشخص هجم على حسان بن ثابت؟ وكيف تحقق حلم الفتاة بره بنت الحارث؟ بره بنت الحارث اللي هو سيد من سادة العرب، واللي دخل حتى هو في الإسلام بعد ما شاف معجزة أمام عيونه، معجزة خلت الحارث وبنت الحارث بره يدخلون في الإسلام. وراح نحكي في قصة اليوم كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اصطف الأوس والخزرج للقتال أمام عيون النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على المنبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم. وقبل ما نبدأ مقطع اليوم راح أطلب منك طلب بسيط، إذا ما شفت الحلقة اللي قبل هذه أتمنى أنك تروح تشوفها عشان توضح لك الصورة بالكامل، لأن القصة هذه حساسة إلى يومك هذا. فأتمنى أنك إذا ما شفت المقطع اللي قبل هذا تروح تشوفه، راح أكمل القصة على أنك شفت المقطع اللي قبل كده. خذ لك شيء تاكله ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا، اكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك. ومن دون ما نطول بسم الله نبدأ. بعد كل اللي قالوه المنافقين في المدينة عن عائشة رضي الله عنها وكيف انها رجعت مع صفوان رضي الله عنه، فبعد ما اكتشفت عائشة رضي الله عنها عن كل الكلام اللي انقال فيها، راحت عند أهلها وسألت أمها وأبوها عشان تتأكد هل هو الخبر صحيح أم لا، واللي اكتشفت بعدها بأن هذا الكلام صحيح وإن فعليا المنافقين جالسين يتكلمون فيها وفي عرضها. هذا الشيء خلى عائشة رضي الله عنها تبكي ليل ونهار، لا تتهنى في أكلها ولا في نومها، دخلت في حالة اكتئاب قوية جدا. هذا الشيء طال معها والأيام تمشي، الأمر ما وقف هنا وبدوا المنافقين يتطاولون في الكلام، أخذوا راحتهم في الكلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الحقيقة، فتحل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالصمت إلين يتأكدون بالحقيقة. بس بعد ما تطاول المنافقين في الكلام انفتن بعض الصحابة، وكان من اللي انفتن حسان بن ثابت الخزرجي، واللي كتب أبيات يسب فيها صفوان رضي الله عنه. في هذه الأبيات كان يسب فيها صفوان، بس صفوان جات في خاطره وغضب شديد لأنه بريء ما سوى شيء، وهذا الشيء كبر في صدر صفوان، فكان حتى صفوان تأذى من هذا الخبر. طبعا صفوان كان من المهاجرين، أما حسان بن ثابت كان من الخزرج يعني من الأنصار. وزي ما ذكرنا قبل كده الفتنة اللي حصلت بين المهاجرين والأنصار بعد غزوة بني المصطلق، يعني كان في فتنة قبل كده حصلت. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يعذرني ممن يؤذيني في أهلي؟ يقصد بها عبد الله بن أبي، لأن زودها في الكلام وحتى المنافقين كلهم، بس عبد الله بن أبي كان هو الرأس حق النفاق. وكان عبد الله بن أبي من الخزرج، في شبة الفتنة بين الخزرج والأوس، لأن كانت أصلا بينهم عداوة من زمان، من أيام معركة بعاث اللي حصلت بين الأوس والخزرج، يعني كان بينهم عداوة سابقة. فقاموا الأوس وقالوا: نحن يا رسول الله نأتيك برأسه يا رسول الله إذا أردت ذلك. وزي ما ذكرنا قبل كده العداوة بين الأوس والخزرج، ومسألة أن الأوس قالوا هذا الكلام شبة الفتنة بين الأوس والخزرج من جديد، بس هذه المرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الشيطان بين الأوس والخزرج بين الصحابة، فاصطفوا الأوس والخزرج للقتال. الأوس يقولون: إلا نقتل عبد الله بن أبي، والخزرج يقولون: أنتم ما تبغون تقتلونه إلا لأنه من الخزرج، والنباقي فيكم بقايا الجاهلية. بس كان في رجل من الخزرج كان ضد كلام الخزرج وكان مع قتل عبد الله بن أبي، فكان يشوف أنه رأس النفاق ولا بد من قتله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم واجه
واقف على المنبر وكل اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني ممن يؤذيني في أهلي. فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله بن أبي إلى الحين ما أمر، والخزرجي هذا لا زال واقف بين الخزرج يشجعهم ويحاول فيهم إنهم يقتلون عبد الله بن أبي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم باقي ما أمر بقتله، كان واقف يعني مع الأوس، وكان الأوس والخزرج على وشك القتال. الأوس يقولون نقتله، والخزرج يقولون لا ما تستطيعون، وهم في حديثهم هذا وفي كلامهم هذا إلا بسيف يخرج من غمده، يخرج ويصرخ بأعلى صوت أضرب به رأس النفاق وكهفي، يقصد بسيفه، واطلع من صفوف الخزرج. الأوس استعدوا للقتال، يعتقدون بأن سيهجم على الأوس، بس ما كان قصده يقاتل الأوس، كان يبغى يقتل عبد الله ابن أبي بن سلول. فمع المشادات هذه كلها خلاص وصلت معه، وقال أنا أقفل على السالفة من الأخير، أنا من الخزرج وعبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، أنا راح أقتله، ما لكم يا الأوس دخل، أنا خزرجي وسأقتل خزرجي، ومن يحاسبني الخزرج. بس النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتله إلى الآن، بس يوم شافوه الأوس خرج زي كذا ومتحمس ومتجه إلى بيت عبد الله بن أبي بن سلول. كانوا الأوس ما يبغون هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا الشيء، كل اللي حصل أن الشيطان دخل بينه. فراح رجل ومعه جماعة من الأوس يوقفون هذا الرجل من قتل عبد الله بن أبي بن سلول، لأن النبي ما أمر بهذا، بس هذا الرجل كان مسرع، فلحقوا وراه إلين وقفوا أمامه، فقالوا ارمي بسيفك، أيحمل السلاح من غير أمر رسول الله؟ أنت صاحي أنت؟ والله لو علمنا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا هوى، أو كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم فعليا قتله، ما سبقتنا إليه. الأمر مو بيننا الأوس والخزرج، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بهذا، انتظر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فرج رجع الخزرجي سيفه في غمده والتقط أنفاسه وهدي، ورجع هذا الخزرجي مع الأوس إلى صفوف الخزرج. المشادات لا زالت بينهم قوية، الأوس يتكلمون والخزرج يتكلمون، بس أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر، نزل النبي صلى الله عليه وسلم يهديهم بيديه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يهديهم إلين انصرفوا، انتهت الجلسة بينهم وخرجوا من مكانه. انتهت الجلسة إلى الحين، لكن لا زال بينهم مشادات، يعني الأمر والفتنة لا زالت موجودة بينهم. فكان الخزرجي لا يكلم الأوسي أبدا بسبب هذا الموقف، ففوق الفتنة اللي حصلت لعائشة رضي الله عنها، راجعت الفتنة بين الأوس والخزرج، يعني المدينة صارت مليئة بالفتن، يعني زادت المسؤولية على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أنه يحل مشكلتين، الفتنة اللي قاعد تصير لعائشة رضي الله عنها، والفتنة بين الأوس والخزرج. استمرت الأيام والفتنة كل ما لها تزيد. ففي يوم من الأيام عائشة رضي الله عنها لا زالت حزينة في بيت أمها وأبوها، كانت دمعتها ما توقف لا ليل ولا نهار، وهي على هذا الحال إلا بشخص يطرق باب بيته، ففتحوا لهذا الطارق، إذا به النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب، رحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدخلوه البيت، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وراح إلين عند عائشة، وكانت هي مسدوحة على الفراش تعبانة، وصلت مرحلة شديدة جدا من التعب، فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. كانت عائشة وقتها تبكي بكاء شديد، وزاد بكاءها يوم شافت النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد صمت قليل قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد يا عائشة فإنه بلغني كذا وكذا، وقال السالفة كاملة، وعائشة رضي الله عنها تبكي ويشتد بكاءها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت بريئة يبرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء مما يقول الناس فاستغفر الله عز وجل، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. تقول عائشة يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وقف دمعي، كل البكاء الشديد اللي كنت أبكيه وقف، ذهب دمعي حتى ما أجد منه شيئا، مصدومة من كلامه، يعني يا رسول الله تعتقد أني سويت هذا الفعل؟ تقول ناظرت في أبي وأقول له أجب رسول الله دافع عني. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله ما أدري ما أقول، ما أدري ما أقول وما أجيب به عنك، هذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش أقول له؟ صح أنت بنتي بس هذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هاجرت معاه، اللي تحملت الأذية معاه. في المسألة كانت قوية جدا على أبو بكر بين بنته وصاحبه، وفوق إن هذا صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول في يوم شفت أبوي يقول هذا الكلام التفت لأمي، نظرت
في أمي وقلت لها أجيبي عني رسول الله، أجيبي على رسول الله، دافعي عني. فقالت الأم والله ما أدري ما أجيب عنك رسول الله، ما أدري هذا رسول الله، ما أقدر أقول له شيء. تقول عائشة ما كان في أحد بيدافع عني إلا أنا لازم أتكلم في هذا الموقف. قالت عائشة رضي الله عنها إني والله قد علمت أنكم سمعتم بهذا الحديث فوقع في أنفسكم فصدقتم به، فلئن قلت لكم أني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر يعلم الله أني منه بريئة لا تصدقوني. قالت هذا الكلام وهي مخنوقة من الحزن والقهر. فقالت وإني والله ما أجد لي مثلا إلا كما قال أبا يوسف، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. تقول من القهر والله العظيم إني نسيت اسم يعقوب، يعقوب عليه السلام، وما أتذكر إلا إنه أبو يوسف. من القهر نسيت اسمه، ما أهتدي من الغيظ، من قوة زعلي نسيت اسم يعقوب. تقول بعد كلامي هذا ما سمعت أي أحد، وقمت لفراشي ورحت اضطجعت، وكنت أكلم نفسي من القهر وأقول والله يعلم أني بريئة وأنا بالله واثقة أن يبرئني الله ببراءته، لن أعتذر من فعل ما سويته. الأمر كان مو بس عظيم على عائشة رضي الله عنها، فحتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر عظيم جدا، حتى على أبو بكر، فحتى أبو بكر رضي الله عنه كان الأمر عظيم جدا عليه. فكان أبو بكر زعلان على اللي قاعد يصير، فقال أبو بكر رضي الله عنه فما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليه ما دخل على آل أبي بكر، والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية حيث لا نعبد الله ولا ندعو له شيئا فيقال لنا في الإسلام. الأمر عظيم حتى على أبو بكر، لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بنته، في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأبو بكر جدا عظيمة وجدا قوية. خلوني بس أقول لكم مثال عن صحابة أبو بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن صحابتهم قوية جدا. في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في طريقهم للمدينة، نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت صخرة، وكان عطشان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر كان عطشان مع النبي، شاف هذا الراعي والنبي صلى الله عليه وسلم نايم تحت الصخرة، فطلب أبو بكر رضي الله عنه من الراعي هذا شويتين من اللبن. يقول فحلبت له كثبة من لبن فأتيت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضيت. يوصف أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب حتى أبو بكر رضي. شوف العلاقة القوية بين أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول للصحابة هل أنتم تاركون لي صاحبي، ويكررها ويقول هل أنتم تاركون لي صاحبي، يقصد بها أبو بكر. في الأمر جدا عظيم حتى على أبو بكر. تقول عائشة رضي الله عنها أقبل علي أبي مغضبا، كان وقتها زعلان أبو بكر من اللي قاعد يصير. تقول عائشة يوم شفته بهذا الحال أخنقتني العبرة، ما ودني أشوف أبويا زعلان لهذه الدرجة. تقول بس قلت في نفسي والله لا أتوب إلى الله مما ذكرتم أبدا، أنا ما سويت هذا الشيء، مع أن أبوي كسر خاطري بس والله ما أتوب من شيء ما سويته. الأمر عظيم والفتنة عظيم. فجلست عائشة رضي الله عنها تدعي وتلجأ إلى الله وحده، ففجأة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق، وجهه يحمر ويتعرق ويتعب، فسجي على وجهه، غطوا على وجهه بالغطاء، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد التعب على النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه، فجابوا مخدة من جلد وحطوها تحت رأس النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كنت أدعي وانصدمت، استبشرت من اللي قاعد يصير، لكن ما توقعت أنه راح ينزل الوحي. لأيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل في قرآن يقرأه الناس في صلاتي، ما كان في عقلي أنه بيكون قرآن يعني، بس كنت مستبشرة لأني كنت أدعي الله. بس كان أبو بكر وأم عائشة رضي الله عنها خائفين على أعصابهم. تقول عائشة وأما أبوي فوالذي نفسي بيده، إن أنفسهم بتخرج من أجسادهم من الخوف، خايفين من أن الله سبحانه وتعالى يحقق ما قال الناس. أنا متأكدة لكن أبوي وأمي مو متأكدين، عشان كذا هم على أعصابهم، أما أنا مستبشرة. بس كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وهو يضحك، شال الغطاء وهو مبتسم. تقول عائشة وإنه لا يتحدر منه مثل الجمال،
يعني مثل اللؤلؤ قاعد يطلع من وجهه تقصد بها العرق. والنبي صلى الله عليه وسلم يمسى على جبينه فكانت أول كلمة قالها يا عائشة إن الله قد أنزل براءتك. قتل النبي صلى الله عليه وسلم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إلى آخر ما نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة أنا مصدومة إن قرآن يقرؤونها الناس في صلاتهم. والله إني كنت أرجو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤية، يرى في منامه شيء يكذب ما قاله أصحاب الإفك. أما قرآن فلا والله ما ظننته. التقطوا أنفاسهم أمي وأبويا، ريحوا شويتين وسري عنهم. فقالت أم عائشة لعائشة رضي الله عنها قومي إلى رسول الله، قومي فاشكريه. فردت عائشة والله لا أقوم إلا بحمد الله لا بحمدك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشر مبتسم، فصعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه. بعدها تلا الآيات اللي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها، وكان بين الحضور صفوان رضي الله عنه اللي فرح فرح شديد لأنه طلع من هذه السالفة بريء الحين. بس كان بخاطره أبيات حسان بن ثابت تأدى منها أداء كبير. فكان صفوان رضي الله عنه حامل على حسان بن ثابت الكثير من الحقد والأذية اللي تأذاها من أبيات حسان. فكان قلب صفوان رضي الله عنه مو براضي. أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف على كل مسلم انفتن بهذه الفتنة، وكان منهم حسان بن ثابت. بس الأصح إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الحد عليهم وهذا الثابت. بس صفوان رضي الله عنه ما كان راضي تماما عن الأبيات اللي قالها حسان بن ثابت، وكانت دائما تتردد في ذهنه. فكان في يوم من الأيام جالس ويناظر في سيفه، وعلامات عدم الرضا مليانة في وجهه. الحين انحلت مشكلة عائشة رضي الله عنها وهديت هذه الفتنة. باقي الفتنة اللي صايرة بين الأوس والخزرج، أمرهم جدا متوتر والأمر جالس يزيد يوم ورا يوم. الأوسي ما يجلس مع الخزرجي، والخزرجي متحسس بشكل كبير من الأوسي. الوضع بينهم ما ينطق. بس النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أخذ بيد سيد الأوس، أخذ بيده واتجه إلى سيد الخزرج. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأوس، توجهوا إلى سيد الخزرج ودقوا على بابه. سيد الخزرج أول ما فتح شاف النبي صلى الله عليه وسلم، فضروري أنه يضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بيته. ودخلوا مع سيد الأوس والأوسيين اللي موجودين معه من الصحابة. فقدم سيد الخزرج الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم كنوع من الضيافة. وهنا بدأ يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الأوس معه. بدأوا يأكلون الأوس من الأكل اللي قدمه سيد الخزرج، وبدأ الكلام والسوالف تجري بينه وكأن قلوبهم ارتاحت البعض. فبعدها بأيام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد سيد الخزرج ومع مجموعة من الخزرجيين، واتجهوا إلى سيد الأوس وطرقوا على بابه. فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالخزرج، فقدم لهم الأكل ونفس الشيء حصل. وبكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم على الفتنة. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته أصلح بين الطرفين من دون ما يفتح أي ملف سابق قبل كذا، حتى ما جاب طاري الحدث اللي حصل قبل كذا. صفوان رضي الله عنه كان من المهاجرين، كان يمشي بسرعة ومعاه سيف متوجه إلى الخزرج. دخل على الخزرج وكان حسان بن ثابت جالس مع القوم وصفوان معاه سيفه. توجه صفوان وكان الخزرج يناظرون بكل براءة، ما كانوا يدرون إيش اللي ينوي عليه صفوان. ما استوعبوا إلا بعد ما رفع صفوان رضي الله عنه سيفه وضربها حسان بن ثابت، إلا حسان بن ثابت مرمي على الأرض ينزف بالدماء. هنا عرفوا الخزرج بأن الوضع جدي، فقاموا على صفوان امسكوه واضربوه. ضربوا صفوان وربطوه بالحبال، وحسان بن ثابت على الأرض مرمي غرقان في دماء. كان حسان بن ثابت بين الحياة والموت، ما حد يدري هل هو حي ولا ميت. وكانوا الخزرج يضربون صفوان ضرب مبرح، من قوة الضرب والصياح مر واحد من أهل الخزرج، شاف حسان بن ثابت مطروح على الأرض مليان بالدماء وهذولا يضربون صفوان، فقال هذا
أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إيش؟ إيش اللي قاعد تسوونه؟ إيش الفوضى اللي قاعد تصير؟ قالوا لا، ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء جالس نسويه، بس إن صفوان دخل بسيفه وضرب حسان. قال ما أنصحكم باللي قاعد تسوونه، خذوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم. فجروا صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا حسان بن ثابت ولفوه في دمائه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال حسان: يا رسول الله، شهر علي السيف وأنا مع قومي، ثم ضربني بالسيف بنية القتل، ما كنت أشوف في عيونه إلا الموت، ولا أراني في جرح هذا إلا ميت. يعني جرحي هذا بيقتلني يا رسول الله، الجرح هذا عميق. فزعل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في صفوان وقال له: ولما ضربته وحملت السيف عليه؟ فقال صفوان: يا رسول الله، آذاني وهجاني يا رسول الله، هجاني وسفه علي وحسدني على إسلامي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخزرج بأنهم يحبسون صفوان عندهم، فإذا مات حسان بن ثابت يقتلون صفوان، يقصون بصفوان خلاص، فتصير نفس بنفس، فيجري حكم الله سبحانه وتعالى على صفوان. ففعليا الخزرج أخذوا صفوان عندهم وربطوا، بس سيد الخزرج ما عرف عن أي شيء حصل، كان اسمه سعد بن عبادة، فأول ما عرف اتجه على طول إلى حسان بن ثابت وقال له: إيش اللي صار بالضبط؟ ليش صفوان مربوط عندنا؟ فعلم حسان بكل شيء. فقال سيدهم سعد: بعد ما سبيتوه بالشعر وهجيتوه، يوم جاكم بالسيف سجنتوه. قال حسان بن ثابت: هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سيد الخزرج: قد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق، ولكن النبي أقرب للعفو من ذلك، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يطلق سراح صفوان. صفوان من المهاجرين، واللي سواه حسان بن ثابت خطأ. فقال حسان بن ثابت: الأمر بين يديك، سو اللي تبغاه وسو اللي تشوفه صح. الأمر بين يديك يا سعد. فراح سيد الخزرج لصفوان وهو مربوط وفك رباطه وقال: تعال يا صفوان، وأخذه لبيته ولبسه أحسن لباس وفك أسره. فخرج صفوان واتجه إلى المسجد النبوي يصلي، وانطلق سيد الخزرج سعد لحسان وقال له: اخرج للنبي صلى الله عليه وسلم الحين وقل له كل حقوقي أنا كحسان لك يا رسول الله، كل حق لي لك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد النبوي إلا وصفوان داخل، وكان لابس لباس جميل ما عرفه من اللباس الجديد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: صفوان؟ فقال الصحابة: نعم يا رسول الله، صفوان. فقال النبي: من كساه؟ قال الصحابة: سعد بن عبادة سيد الخزرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كساه الله من حلل الجنة. انبسط النبي صلى الله عليه وسلم بشوفة صفوان، فكان سيد الخزرج صادق في كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان راضي. شويتين حسان بن ثابت يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة، قال: يا رسول الله، كل حق لي هو لك يا رسول الله. فانبسط النبي صلى الله عليه وسلم من كلام حسان، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم حسان أرض كبيرة أعطاه إياه كهدية له. أما سعد بن عبادة فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم أموال كثيرة على اللي سواه وعلى حكمته، كيف إنه أرضى حسان بن ثابت وسوى الشيء اللي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. الحين نرجع ورا شويتين، تتذكرون الحارث سيد بني المصطلق؟ كان لا زال حي وعيونه ما قد نامت من ذاك الوقت، وبالتحديد من يوم سبيت بنته، من يوم سبيت بنته بسبب هذيك المعركة، وعينه ما نامت ولا ارتاحت أبدا، خاصة أنه كان هو السبب، كان هو اللي مليان بالكبر، كان هو سبب المعركة هذيك، فكان قلبه ما هو براضي أبدا على اللي صار لبنته، وعقله يكرر: أنا السبب، أنا السبب، أنا السبب في اللي صار لبنتي. ففي يوم من الأيام كان يتلوى على فراشه من الندم والحزن، فقرر قرار، قرر أنه يأخذ مجموعة من أفضل الإبل اللي موجودة ويتوجه إلى المدينة، وتكون هذه الإبل كفدية لبنته. فعليا جمع مجموعة كبيرة من أفضل الإبل اللي موجودة في بني المصطلق وتوجه إلى المدينة. طبعا برة بنت الحارث كانت من نصيب صحابي اسمه ثابت بن قيس، فكانت عند ثابت بن قيس وكانت بنت جميلة جدا، فتاة من أجمل الفتيات، وفوق ذا كله بنت سيد من سادة العرب، يعني أمرها مو هين يعني. فقررت برة بنت الحارث أنها تشتري نفسها من ثابت بن قيس، يعني تبغى تكاتب نفسها، تبغى تصير حرة على أنها تدفع المال لثابت بن قيس. فتوجهت للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أبوها كان متوجه إلى المدينة الحين، وكان معها الكثير من الإبل، من أفضل الإبل، وهو
يمشي في أحد الأودية اللي كان اسمها العقيق، كان اسمها ذاك الوادي العقيق، طالع له والله الإبل هذه جدا جميلة ومن أفضل الإبل، فقال يا ولد إيش رايك أخذ لي اثنين من هذه الإبل وأربطهم في هذا الوادي، ما حد بيدري عنها، أروح أعطي الإبل هذه كفدية لبنتي وأخذ بنتي وأرجع أخذ الاثنين هذه من الإبل ونرجع لقريتنا. وفعليا فك ثنتين من الإبل وربطهم في هذا الوادي وتوجه ببقية الإبل إلى المدينة. وصل الحارث إلى المدينة ودخل عند النبي صلى الله عليه وسلم، بس أول ما دخل عند النبي تفاجأ بأن بنت عند النبي كانت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إنها تشتري نفسها من ثابت بن قيس. انصدم بس قال أبوها للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أصبتم ابنتي، هذه الإبل كلها اللي أنت تشوفها يا محمد فداؤها، خذها وأعطني ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق في شعبي كذا وكذا، البعيران اللي دسيتهم أنا لوحدي والله ما يعرف عنهم إلا الله. فقال الحارث أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، فوالله ما أطلع على ذلك إلا الله. فأسلم، ويوم أسلم الحارث أسلمت ابنته برة، وكان للحارث ولدين حتى هم أسلم. فأرسل أبوها واحد يجيب البعيرين من هذاك الوادي، ففعليا جاب البعيرين وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم برة بنت الحارث لأبوها. بس قبل ما تخلص الجلسة هذيك خطب النبي صلى الله عليه وسلم من الحارث بنته برة، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وكان مهرها 400 درهم، طبعا 400 درهم شيء كبير زمان. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وغير اسمها من برة إلى جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها. فمن بعد ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ساروا الأسرى كلهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقربون لجويرية أم المؤمنين، فكل من كان يملك من أسرى بني المصطلق أعتقهم لوجه الله، حتى أعتق من الأسرى 100 بيت. فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة من جويرية رضي الله عنها. إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم، نشوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية إذا أمدنا الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدك الغيث إذا الغيث هما يا جمال الوصل بالأندلسي، مضينا نبذل الخير وما نمت الأرض.